يعني هذه مسابح من هذا تبعت الجبون في الجيج فرطتهم وعلقتهم ودهنتهم وعملتها خرص مثل كأنها مزهري. هاي بنجيب الشريط على القياس قد ما بدنا الشجرة شريط عمار من هالقد يعني بنتخنها ونعد الشرطان بنصير نقسمهم لا تطلع لفوق ونبلش نلف. أول شي بنعمل الشروش ونطلع شوي شوي لنوصل لفوق. أنا عمر عيسى من القرعون، عمري 25 سنة. إسا أنا بالوقت الحالي بشتغل مزارع، كنت بالقبل حديت بس ما عاد فيني اشتغلت لأنه صار معي ديسك بظهري. ف من فترة من هديك السنة تقريبا وقت كورونا وهاي قعدنا كتير بالبيت ما عاد فينا اشتغلنا، فشفت تقريبا على اليوتيوب حب يعملوا هيك، اخذت الفكره وبلشت اشتغل فيهم والحمد لله مش الحال، وبلشت هسه على الطوسه يعني بشتغل فيهم وبلشت كبر يعني عملت شجره كبيره هاي بالارقاد غايت فيها 3 اشهر خلصت طولها متر ونص بمتر ونص بتغطي الحائط، وهسه بشتغل كل شيء يعني شو ما بيجي قدامي بشتغل. بس بكورونا ما كانش في شيء يعني كان كل شيء مسكر قاعدين بالبيت، يعني يا بتضلك نايم يا بدك تعمل شيء، فصرنا نشتغلها وصارت العالم تحبه صاروا يوصوني علي وصرت اشتغل لهم اياه. عندي صفحه على الانستغرام وعندي صفحه على الفيسبوك العالم بتشوفهم وبتطلبوا توصل مثلا بتوصل بدها اياها، في منا الناس بتوصل بدها اياها صفراء خضراء حمراء على الطوسه انا مثل ما بدها بعمل لهم اياها. احلى قطعه بالنسبه لي انا هاي، يعني هي ما اكلتش كتير شغل بس بعرف يعني بحب نحاس. هذا غير الشريط هذا من الدهنوش بيضل لانه رانو بيروح شديك بيصدي اذا جا عليه رطوبة وشو اسمه بنخليها مثل ما هي. اسا ما نعمل وحده صغيره فمن احنا اسا ما بدنا يكون عندنا 16 غصن 16 غصن يعني من تعظم من أصل من عدة ثمانية وين نايم ليك أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا بنحطهم ثمانية فينا نحطهم أكتر بس تطلع معجقة، ثمانية بتطلع هيك مرتبين. هسه حطينا البيت هاي ما نتعظوا صاروا 16 واحد. هسه بعد شوي هي وطول شوي ما نقصهم بس نعمل. هسه ما نخلي الشروش هاو الطاج هاو الشروش هسه بس نعمله ما نلفه. هاو الشروش هسه هاد عينت بس ما نبلش نطلع له فروعتها كل فرع اربع. هسه عم نعمل الفروع هي اول فرع غصن وهي تاني غصن نعملهم بعكس بعضهم يعني عم تتخيل شجره هلا. ايه اكيد شجره شجره بحطها براسي وانا بعملها بس انا بعملها يعني مرتبه مش معجقه يعني فيني مثلا احط بدل ال 12 20 بس بيطلعوا هيك مكوكشين على بعض. يعني عم تعملوا هلا مثل هاي الفوقانيه؟ لا عم تعملوا وحده مثل هاي. اوكي. كمان بكورونا غير الشجر عملت مشتي على سطح البيت. اجوا اليو اس اي تصوروني وقت عملت شي 4000 شجر على سطح البيت، ولسه عملت مشتي الخضره بعد ما خلصت من هون. وعامل عندهم قراين بيوتي بلاستيك بزرع خضرة شتوية خس وكل شيء حشيش، وإسا زرع خيار وبندورة بالخيم. أكيد بنصح الشباب بالزراعة، الزراعة يعني كل شيء فينا نستغني عنه بالبلد إلا الأكل.
يعني شو ما كان هسه اليوم كيلو الخيار 50,000، كانت 5,000 3,000. حلو الضيعة، لك بالضيعة احنا يعني بعرفش غير المدينة وغير كل شيء. بالضيعة بتضل في عرب، يعني مثلا نحن اذا فقرنا على الاخر بروح على جاري بياخذ ربطة خبز، رغيف خبز. نخورت على الاخر عندنا نحن سليع اذا بتعرفون، هاو بنروح على اذا سلقت بتاكل يعني. والعالم عندنا هون اهل الضيعة اهل نخوي، يعني بضلوا بتركوش. يعني القرعون هي اكثر ضيعة بكورونا وب بهال 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 يعني الأزمة ما تركتش بعضها. يعني كل شيء حتى جابوا طعموا لكل ضيعة وعملوا مساعدات وكورونا، يعني الحمد لله. وين ما كنتوا أهلا وسهلا فيكم، هذا رقم تليفوني 76-076-519. وين ما كنتوا وين ما بدكم بوصلكم إياها أو بتجي بتاخدوها من عندي.